السلام عليكم. لو انت عايز تجرب جيميناي 1.5 الجديد، فالموقع دوت تبع جوجل AI Studio.جوجل بيديك الامكانيات ديت. سيب لك الرابط اسفل الفيديو. لكن الحاجه القويه جدا لما يكون على الموبايل، لانك انت تقدر تفتح له الفيديو ويبدا هو يشوف كل حاجه من على التطبيق اللي جوجل منزلاه. ونفس الفكره بالنسبه لاوبن اي اي برضو شات جي بي تي، تقدر ان انت تفتح الفيديو وتقول له انا بدور على حاجه معينه وشايفها، شوف الحاجات دي او الحاجات دي ايه بالالماني او بالانجليزي، فهو يبدا ان هو يشوف العنصر اللي انت بتشاور عليه ويبدا ان هو يتفاعل معاك او يحل لك المسائل. يعني لو انت اي سؤال في الدنيا تقدر ان انت تدهوله ويبدا ان هو يحله لك ويساعدك على فهم الحلول. تخيل مثلا ان حد عنده مشكله في العين او في الرؤيه، فممكن يشغل فيديو يقول له صف لي كل اللي حواليا، فيبدا ان هو يصف له كل حاجه. تطور رهيب حصل اليومين اللي فاتوا دول في الذكاء الاصطناعي. نقدر نقول ان هم ربطوا حاجات كتير ببعض، زي مثلا الصوت بقى حلو. يعني كان زمان تحس ان ده صوت اله او برنامج، انما دلوقتي لا، بقى صوت طبيعي وتحس ان في مشاعر في الصوت. يعني مش مشاعر حقيقيه، لكن هو بدا يستوعب لما يتكلم كلام حماسي يعلي صوته وهكذا. فخلينا نسأله مثلا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدني في عملي. فهيبدأ يقول لك حاجات كتيرة جدا لتحسين النتيجة. الإجابات بقت أفضل من اللي فات، كل شوية بيحسنه في فهم السؤال وطريقة الإجابة بتاعتها. وخلي بالك، هو بيقول لك إن هو مش بديل عن الإنسان، بس أداة قوية هتساعده. بيحاول يقلل الخوف من الذكاء الاصطناعي. لو أنت عندك موقع أو تطبيق، ممكن تحصل على الـ API. تمام، الـ API دوت هيخليك إن أنت تحصل على خدمة الذكاء الاصطناعي في قلب موقعك او في قلب تطبيق، لكن هتدفع فلوس بسيطه جدا على كل سؤال. بس هيجيب لك ناس تبقى عايزه تجرب شات جي بي تي او عايزه تجرب جوجل AI عندك. فهسيب لك الرابط اسفل الفيديو، حاول تجربه كده في اي حاجه، ان شاء الله يعجبك.